جاي تشوف. الطريق الأول عبارة عن مكان أو طريق به ماي، وبهذا المكان أو بهذا الطريق بالنهاية راح تلاقي صندوق، بس هذا الصندوق ما به هواي شغلات رهيبة. يعني شلون ما به شغلات رهيبة؟ يعني به شغلات طبيعية مثل الحجر والكبلستون أو الخشب، يعني شغلات بسيطة. بس هنا شنو موجود؟ طبعا هذا الطريق الصعب، الطريق اللي به هواي عراقيل، اللي هو طريق اللافا، وأي خطأ راح تسويه على طول على طول راح تموت وتندعس باللافا وتحرقك. بس إذا عديت هذه كل الصعوبات راح تحصل على هذا الصندوق الأسطوري. والله عمو راح أحصل على الصندوق الأسطوري مو هذا الدايموندي؟ إيه بس يبي لك تكون مستعد كلش هواي. يلا تجتاز هاي اللافا أو هاي المرحلة الصعبة، ترى كلش صعب هاي. طيب خلاص أنا أريد أجرب هاي أول مرة. الصندوق هذا الخشبي أبي أريد أشوف شنو داخله. تمام خلاص، المشاركة بهاي بهذا الطريق المائي بتكون مجانية، يعني بلا ما تدفع فلوس. بس إذا تريد تشارك بهاي بهذا الطريق، أو إذا تريد تفوز بهذا الصندوق الدايموندي وتشارك بهذا الطريق مال اللافا، لازم تدفع هواي هواي فلوس. خلاص احنا ما نسبق المراحل، أول مرة خليني أجرب وأشوف شنو موجود داخل هذا الصندوق الخشبي أول مرة بهذا الطريق مال الماء. تمام خلاص يلا تفضل. يلا يلا سمي بسم الله وتفضل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أوه شباب شنو هذا الطريق؟ شنو هذا الطريق؟ الله يستر. او ماي جاد شباب شنو هاي؟ اوكي دقيقة لازم نركز. اوكي اوبا او ماي جاد وصلنا. اي حلو وصلنا. عمو افتح هذا الصندوق. افتحه. اي افتحه. يلا هذا الصندوق صار كله الك. واو شباب وبنات يلا جاهزين حتى نفتح هذا الصندوق ونشوف شنو داخله. يلا 3 2 1. حلو. عندنا ستاك خشب اوكي، وستاك كبلستون، وستاك فحم، وستاك قزاز، وستاك خبز او بريد. او حلو والله العظيم، يعتبر شغلات خرافية والله العظيم. بهاي المسابقة قدرنا نحصل هذول الشغلات البسيطة، والله يعتبرن فت شغلات رهيبات هذول. اوكي خليني ارجع من هذا الباركور. اوكي خلاص هسه وصلنا لهناني. اوه كفو عليك، والله الصراحة ما طولت لك، أقل من دقيقة قدرت تروح تفتح لك هذا الصندوق الخشبي، حرفيا عشت ايدك. اي وهسه أنا راح أشوفك شلون راح أعبر هاي، أوكي؟ لا لا أوه ماي جاد. اي يا أخي لا تدخل لا تدخل، ترى تقدر تموت على السريع هناني، دير بالك تتعيده مرة ثانية. والله شباب بنات أنا أقدر أسوي كل شيء، أقدر أسوي كل شيء. اي بس هاي اللافا شلون أذكر شلون أعبر؟ ما أعرف، أني ما أعرف ما أعرف. طيب خلاص لازم انت تتعلم كم حركة بماينكرافت يلا تقدر تجتاز هذا الباركر او هذا الطريق اللافا اللي المميت. فاول مرة لازم تتعلم لك كم شغلة، ولازم انت تجيب لي كم شغلة حتى اني اعلمك شلون تروح لهذا الصندوق الدايموندي. اوكي خلاص اني تحت امرك عمو، بس اول مرة قل لي شنو انت تريد بالضبط حتى اني اتعلمني شلون اجتاز هذا الطريق الاسطوري. طيب حتى تريدني اعلمك لازم انت تسوي او تنفذ لي اوامري. اوكي خلاص انت بس امر. اوكي مثلا اول مرة اريدك تسوي لي بيت. تمام شنو بيت؟ انا والله ما اعرف اسوي بيوت. لا 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 تخاف لا تخاف لا تخاف. ها شنو اريدك تسوي لي؟ بيت كلش كلش صغير، هيك 4x4. اوكي يعني الصراحة انا ما عندي ولا مكان انام بيه. طيب تريد بالخشب او بالكبلستون؟ حاول تسوي لك من اثنين، الارضيه تكون من خشب والجدران يكون من كبلستون والسقف يكون من قزاز، حاول تنوع لك شوي. اوكي خلاص شغله بسيطه، وين تريدني احط لك اياه هذا البيت؟ والله باي مكان يعجبك. اوكي خلاص ماكو مشكله باي مكان. طيب شباب بنات راح اسوي له بيت هذا. اوكي الشغله كلش بسيطه. نجيب لنا الكرافتنج تيبل، نسوي لنا هسه اول مره شفل. هسه اقول لكم شنو راح نسوي بالشفل. نسوي لنا همينا اكس. ثواني يا شباب ويا بنات، نسوينا اكس بهاي الطريقة، نسوينا دقيقة استكات زيادة استكات زيادة، نسوينا بكاكس. نحتاج لنا هذول الشغلات حرفيا شباب راح يفيدنا بشكل مو طبيعي. اوكي بهاي الطريقة قدرنا نحصل لنا هواي شغلات نحتاج لها، مثلا هاي الكرافتنج تيبل راح نفلشها احنا هسه. طيب هسه راح نسوينا البيت الصغير اللي قال لنا عليه، قال لنا ما حاجة انه يكون بيت كلش كبير، فراح يكون 5x5 المساحة مالته. اوكي بلوك 2 3 4 وهاي 5 بهاي الطريقة. تمام ومن هنا 1 2 3 4 وهنا راح يكون 5. البيت ان شاء الله راح يكون 5x5. الارضية راح تكون من خشب، يعني تعرفون اذا الدنيا تصير برد فعلى الاقل الخشب يكون دافئ شوي. اوكي بهاي الطريقة سويناها كلش تمام. والله خلص الخشب اللي عندنا يا شباب وبنات، شلون ورطة هاي؟ تمام هسه خلينا صاد لنا هسه 5 حبات، 1 2 3 4 5 ومن هنا نفس الشيء، 1 2
ثلاثة أربعة خمسة، ومن هنا نفس الشيء. أو مطرت الدنيا واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ومن هنا نفس الشيء واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة. نو شباب مطرت الدنيا هسه شلون ورطها؟ من وين راح اجيب لي اني هسه سرير؟ دقيقة دقيقة، هنا اذا دا تشوفون مثل ما دا تشوفون بهذا المكان اعتقد اكو صوف اي موجود، هذا كله صوف، ناخذ لنا شوي صوف لونه ابيض واسوي لي سرير وانام. اوكي هاي الصوفاية الاولى، الصوفاية الثانية، الصوفاية الثالثة، حصلنا ثلاث حبات صوفايات ابو الصوف. وهسه خلينا نرجع لهنا. اوه والله البيت الظاهر راح يطلع كلش كلش رهيب يا شباب ويا بنات. اوكي او 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 شنو هذا البرق؟ شنو هذا الرعد؟ اوكي ماكو مشكله، نسوينا سرير بهاي الطريقه، لا مو بهاي الطريقه، بشكل عكسيه. اوكي صار عندنا سرير، خلينا نحطه هنا وننام احسن لنا. يلا تصبحون على مليون خير. اوي صباح الخير، واخيرا اجى الصبح وراح المطر. طيب اليوم ان شاء الله شباب راح نعدل لنا كم شغله بعد البيت الاسطوري الخفشاري، لازم يكون عندنا من افضل واحسن البيوت. بس اول مره شباب لازم نرتب لنا في الترتيبات، اول مره لازم كل شيء يكون مرتب بهاي الطريقه. تمام شلون 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 هاي هيك هاي شباب كانه اكو جبنه العيد بشيء. اي هذا العيد، هذا العيد شباب، هذا المكان مكانه غلط، هاي هذا هذه مكانه غلط شباب حرفيا. هاي المفروض تكون المكان مالته هنا. أنا دقيقه وين الخشب؟ 1 2 3 4 5 اي هسه كلش تمام. طيب هسه شنو لازم نجيب؟ خلنا نبلش اي شباب ايش دا يصير؟ والله العظيم ما ادري شنو السالفه، كلنا جاي نجيب العيد بشكل مو طبيعي يا شباب بنات، ما ادري شنو القصه. طيب هذول كلهم لازم نفلشن احنا هسه، اقول لكم يا شباب كلهم لازمهن يتفلشن تفلش. اوكي بهاي الطريقه فلشنان كلهن. شنو راح نسوي شنو راح نسوي؟ بس قولوا لي. والله شباب العيد العيد مو هيجي شباب، مو هيجي مو هيجي المكان مالتين، اكو خلل تقني ما جاي اعرف من وين هذا الخلل التقني. دقيقه خلي نفلش لنا كل هذا الخشبايات شباب، دقيقه دقيقه، انا ما جاي يعجبني الوضع الصراحه، ما جاي يعجبني الوضع. كلنا نخلي نطيرهن ونرجع نحطهن بغير مكان. اوكي يعني الصراحه احس المكان مالتهن مو مناسب نهائيا. ثواني اعتقد هيك شباب نجي هنا، ما ادري اي هنا المفروض لازم يكون شباب اي بهذا المكان المفروض هنا. 1 2 3 4 5 ومن هنا المفروض لازم يجي، دقيقة وين وين وين؟ هنا 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 هنا. اوكي بهاي الطريقة، وحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، إيه بهاي الطريقة نقدر نحط هذول العرصان. اوكي تمام، هسه شنو راح نسوي شباب؟ نجيب لنا الكابل ستون الأسطوري ونوصل هذا لين هناك، وهذا نوصله لين هناك. حلو 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 حلو، وهذا همين نوصله لين هنا، وهذا نوصله لين هنا. بهاي الطريقة يصير عندنا هذا البيت الاسطوري الخرافي. نكمل نسوي هيك حتى يكون الشكل متكامل وافضل واحسن. اوكي حلو، شنو رايكم بالشكل شباب؟ عجبكم او لا؟ هذا احاول نحطه، نحاول نحطه شباب من كابل ستون، بس ما يكفي كابل ستون اللي عندنا، فراح نضطر شباب انه احنا راح نرجع بالديرت. اوكي ما عندنا ولا حل ثاني حرفيا، ما عندنا، ما نمتلك ولا اي حل لان البلوكات خلصن. اوكي فخلينا نرجعهن بهاي الطريقة. تمام هذا كله ان شاء الله راح يكون قزاز، لأن الصراحة القزاز ينطي جمالية للبيت بشكل مو طبيعي، فهمتوا شباب علي؟ فبهاي الطريقة يكون هذا كله قزاز، بهاي الطريقة كلش كلش حلو. لا هاي خلينا نكسرها. تمام شنو بعد؟ نسوينا 1 2 3 4، ومن هنا 1 2 3 4. هنا راح يكون المكان مال الباب شباب. اوكي بهاي الطريقة يكون المكان مال الباب، بس ما يحتاج لنا بعد كابل ستون شباب. شنو نسوي شباب؟ بس قولوا لي، انطوني افكار، ما اعرف شلون ورطها، تورطت انا ما جاي اعرف شنو لازم اسوي. دقيقه اذا نسوي هيك نسوي هيك، ايوه بالضبط صار عندنا مكان مال بيت، مكان مال شنو؟ مال الباب الاسطوري مالتنا. تمام شنو لازم نسوي بعد؟ يحتاج لنا بعد بلوكات زياده، خلينا نقول هذا عمو ينطينا بعد بلوكات زياده. هاي السلام عليكم عمو، محتاج لي بعد بلوكات زياده. ايه ارجع سوي لك هذا الباركر مال مره ثانيه وراح تلاقي لك بلوكات مره ثانيه. تمام خلاص يلا ماكو مشكله، يلا شباب لازم نسوي هذا الباركر. تمام يا رب ما نوقع، لان اذا وقعنا راح نجيب العيد وذاك الصندوق كله راح يفرغ. ايه الحمد لله وشكر وصلنا. هسه خلينا نجي هنا ونفتح هذا الصندوق اول مره.
اوكي اوه ستاك خشب ستاك كابل ستون ستاك قزاز، يعني كل يوم اذا اجتاز لي هذا الباركر يجولي شغلات. هاي عمو من صدق هذا الشيء؟ اي كل يوم يتجددون هذول الشغلات وينطوك نفس الشيء نفس الشيء ويا هذا صندوق الدايموندي، كل يوم اكو به هواي شغلات وموارد. اوكي بس لازم تجتاز هذا الباركر الصعب. تمام خلاص ان شاء الله. خلي اخلص لك بيتك اول مره ونرجع. طيب شباب البيت شلون راح يكون؟ اوكي هذا كله خلينا نترسك قبل ستون شباب، ثواني هذا كله نترسك قبل ستون بيكون احسن وافضل. اوكي بس ما اعتقد اذا راح يكفن عندنا او لا، خلي نترسه كله ترس. اوكي بهاي الطريقه يكون عندنا كلش كلش اسطوري. لا من فوق ما عجبني شباب، ما عجبني حرفيا. فشنو راح اضطر اني افلش لي هاي الكميه مال كابلستون اللي فوق كلها واحولها الى شنو؟ احولها الى خشب، لان لازم يكون اكو تنويع بين الخشب والكابلستون، كل ما يكون تنويع اكثر كل ما احسن. اي بهاي الطريقه صاير افضل. صحيح بيت مال فقره الظاهر بي بس عوافي عادي، حتى مال فقره او يخبل بعده يخبل شباب. اوكي هذا كله خليني اسويها هيك، وهذا ان شاء الله راح يكون كله قزاز. اوكي كلش تمام. هذا همينا الشباب لازم نسوينا نفس الحركة بهذا المكان بهاي الزاوية، كل زاوية لازم يكون عندنا شبابيك، لأن نريد هذا المكان أو نريد هذا البيت يكون كلش كلش مرتب وما به ولا خلل. أوكي ومن هاي الطريقة نفس الشيء أو من هاي الجهة نفس الشيء راح يكون إن شاء الله، راح يكون عندنا شبابيك بهاي الطريقة. أوكي كلش تمام شباب. يلا لازم نخلص هذا البيت أول مرة حتى هذا عمو يشوفنا المهارات حتى نقدر نجتاز هذا كل هذا الطريق، حتى شنو؟ حتى ناخذنا الصندوق هذا اللي موجود داخل هذا الصندوق الدايموندي. أوكي ناخذنا الكرافتينج تيبل أول مرة بهاي الطريقة نقدر ننقله إلى وين؟ إلى البيت. أوكي بهاي الطريقة نسوينا كرافتينج تيبل ثانية، كل ما يكون أكو أكثر كرافتينج تيبلات كل ما أحسن. حطينا كرافتينج تيبل هنا، حط لنا سرير هنا، نسوينا فرنين. أوكي ثلاثة سوينا أفضل حتى احسن. اوكي فرنين شنو بعد نسوينا صناديق شباب، نحتاج لنا صندوقين كلش كافيات اعتقد. اوكي فالصندوق الاول راح يجي هنا، الصندوق الثاني راح يجي هنا. شكو بعد ترتيبات، اي تذكرت لازم نسوينا باب. اوكي بهاي الطريقه يكون عندنا باب، نخله بهذا المكان بهاي الطريقه صار عندنا باب بهذا المكان. ان شاء الله شباب راح اسوي لي فتح حركه، اسوي لي تراب دور. اوكي شلون نصنع تراب دور شباب؟ حتى نسيت اعتقد بهاي الطريقه تراب دور. اي بهاي الطريقه نسوينا بعد تراب دورات كلش كثير، نريد لنا 8 حبات اعتقد كلش كافيات 8 حبات. هسه اقول لكم شنو راح نسوي، سوينا هنا. اوكي وبهاي الطريقه يكون عندنا تراب دورات كلش هواي. تمام حلو. نشوف ان الصناديق ما بين شيء. طيب احنا نحتاج لنا ورده هسه شباب، لان نحتاج لنا شوي ورد، حتى نحط لنا الوردايه هنا بهذا المكان بيكون اشي مره بطل. بس ماكو مشكله بما ان ماكو ورد ان شاء الله راح نجيب المره الجايه. طيب 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 شنو لازم نسوي؟ نحط لنا نص الفحم هنا ونص الفحم هنا، نطبخ لنا مثلا شنو نقدر نطبخه شباب؟ الفحم ما ينطبخ. انطوني شيء نطبخه شباب، ما عندنا شيء لحد هسه يطبخ. طيب هسه خلصنا البيات الله علينا، بس شباب لو نسوي لنا فت اضافه صغيرونه بيكون احسن. لا حط هيك حط هيك شباب والله هيك كلش كلش كيوته. بس اذا تردون نسوي لنا اضافه اللي ما قدرنا نسويها قبل شويه، انه احنا هذا داير ما داير البيت كله اذا تردون نفلشه او نطيره ونخلي مكانه غير شيء بيكون افضل واحسن بمليار مره. اوكي او ماي جاد شباب شنو هاي الحيه؟ شنو الحيه اللي موجوده هنا؟ لازم نقتل هاي الحيه. موتي حيه موتي حيه حيه. اوكي طيب نحتاج لنا كبل ستون. اوه ما يكفي ما يكفي شباب، وحده انا قلت اسوي وحده هيك وحده هيك، فهمت السالفه شلون راح تصير؟ والله العظيم راح يكون الشكل كلش بطل، بس ما عندنا ما يكفي الكبل ستون اللي عندنا شباب. شنو نسوي هسه؟ خلاص راح نجهز الخشب او الخشب كله راح نجهزه، وان شاء الله باكر الصبح اسوي لي مره ثانيه باركور، وشنو اسوي؟ اجيب لي بعد كبل ستون زياده حتى شنو؟ حتى نكمل نسوينا هاي الداخليه مالت البيت الاسطوري. تمام؟ فبهاي بيتش نكون احنا قدرنا نخلص البيت الاسطوري الخرافي. يلا عمو تفضل تعال 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 شوف البيت مالتك. والله شوفني والله شوفني جايك جايك جايك. او ماي جاد بيت بسيط خرافي، بس خلي ادخل اول مره اشوف شنو شاكو بيه. والله خرافي باتم معنى الكلمه، عاشت ايدك يا الزلم، خاصه هذول الشبابيك او النوافذ كلش عجبني. يلا هسه خليني ارجع اول مره لهناك وانطيك المكافاه مالتك. والله راح تنطيني المكافاه مالتي؟ اي راح اعطيك اياها، بس قبل كل شيء حتى انطيك المكافاه مالتك لازم هسه المتابعين يضغطون لايك ويشتركون بالقناه وفعلون جرس الاشعارات. اي اوه الله عليكم شباب بنات، يلا ضغطوا لايك اشتركوا بالقناه وفعلوا جرس الاشعارات حتى يعطينا المكافاه مالتنا. طيب المكافاه هي بكل اختصار، نسيت قبل انطيك المكافاه لازم اول مره تحاول انه تجيب لك جولدن ابل، لان انت اذا راح تحتاج اذا راح تجتاز هذا الطريق كله مال اللافا اكيد مليار بالمية راح توقع.
فاني ما اريد اخاطر يعني الصراحه اخاف عليك من الموت، فاحسن لك تدبر لك جولدن ابلايا. اوكي خلاص راح ادبر حالي، بس ترى هسه قرب تصير الدنيا ليل. طيب من وين راح نحصل لنا جولدن ابل يا شباب ويا بنات؟ والله ما ادري، والله العظيم ما ادري من وين راح اجيبها. والله خلي ادخل هذول القلعات بلكي تلاقينا هيجي صناديق بين فلوس نخمطهن شباب. والله العظيم ما اعرف، حرفيا ما جاي اعرف. دقيقه شنو موجود هنا؟ كل شيء ماكو. طيب ندور لنا بهذا الصندوق، تتوقعون موجود ذهب او لا؟ والله شباب اذا حصل لنا ذهب بيكون شيء مره بطل. يلا يا رب يا رب يا رب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نجرب نفتحها بعد 3 2 1. شنو هاي شباب؟ والله العظيم حلو، استاكن ذهب. شنو هذا الحظ الاسطوري؟ والله عظ اسطوري يا شباب بنات. أول الحمد لله بالشكل لقينا سرير هنا خلنا ننام بيه. اوكي بهاي الطريقه نقدر ننام بهذا السرير. يلا تصبحون على خير. والله العظيم اني كلش فرحان لي لقيت لي ذهب. او ماي جاد، صارت الدنيا الصبح على السريع. طيب وين راح نرجع؟ وين الطريق؟ هذا الطريق مال اللعبه. لا 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 شباب، لا 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 دقيقه لا متنا يا شباب. اغراضنا الحمد لله والشكر، ما راحن اغراضنا الحمد لله. او ماي جاد شنو هاي اللافا شباب؟ عورتني واغراضي كلهن راحوا، بس هم زين باقيين شوي اغراض الحمد لله والشكر. اياس صار يوم جديد، فاقدر اسوي لي هذا الباركر حتى احصل لي شغلات اللي بعدهن. هاي سلام عليكم عمو، اقدر اجتاز لي هذا الباركر مره ثانيه؟ يلا تفضل يلا تفضل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم شباب، يلا يلا يلا. هاي طحنا لازم نرجع مره ثانيه. اوكي يا ساتر يا ساتر، نفتحنا هذاك الصندوق وناخذ لنا الشغلات البدائيه اللي هو البكاء اللي هو الخشبايات والكبلستانايات، الشغلات الرهيبه. اوكي الحمد لله والشكر، هذول الشغلات كالعاده كل يوم نجي ناخذهن. والله العظيم هذا الباركور كلش اسطوري، يعني بس تشتازه، اذا اشتزته خلاص راح تصير تجي لك هديه. يلا هسه خلي اول مره شباب قبل لا نطبخ لنا هذول. اوكي خلينا نطبخ لنا شوي ذهبايات. اوكي حلو، طبخ لنا شوي ذهبايات وهنا أنا شوي ذهبايات. بما ان هذول الذهبايات داي طبخن، احنا خلي هسه نكمل نخلص البيت مالتنا. لا 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 مو هيك مو هيك مو هيك، ثواني دقيقه. هيك بين بلوك بلوك نحطنا بلوك بهاي الطريقه، يصير عندنا شكل اسطوري بالبيت بالبيت مال هذا صديقنا. اوكي فخلي نفلشن هاي الحبه مال قبل الخشب لان يعني مكانها مو مناسب، وبهاي الطريقه يصير داير مداير هذا البيت شيء اسطوري. طيب باقي هنا أنا خلل. دقيقه شباب خلي نستعمل لنا البيكاكس اللي مال شنو؟ اللي مال الذهب، لان الصراحه خلاص هسه راح تصير عندنا بيكاكس ذهبيه، ما بعد ما نحتاج احنا نستعمل البيكاكس شنو؟ الحجريه. اوكي فبهاي الطريقه نقدر نفلش لنا هاي الكميه مال كابل ستون بطريقه كلش اسرع وافضل، وحتى بعد ما نضيع وقت اكثر من كذا. اوكي بهاي الطريقه فلشنا كل هاي الصفحه ونفلش لنا هاي الجهه بالكامل، ونحول مكانها شنو؟ من كابل ستون، لا مو كابل ستون، مرت كابل ستون، من كابل ستون الى خشب. اوكي حلو 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 حلو. لا هاي مكانها غلط، هاي مكانها غلط شباب، لازم نحولها. اوكي كابل ستون. اوكي فبهاي الطريقة ان شاء الله صار عندنا بيت كله خلط او ميكس من بين الكبل ستون او الحجارة والخشب. اوكي فهاي يعتبر شيء حلو. اوكي كملنا ندخل لجوة نشوف شكو. او 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 والله شغلات رهيبة شباب، بس احنا هسه يبينا ذهب، اقصد تفاح. منين راح يجيب لنا التفاح؟ يبينا هسه شنو؟ شجر. فنسوينا شجر بهاي الطريقة، نصعد لنا شجراية. ليش ما نسوينا بكاك اكس 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 من ذهب؟ بيكون افضل شباب، نسوينا اكثر من اكس، كل ما يكون عندنا اكسات كل ما احسن، لان الاكس عسر تنكسر. فبهاي الطريقة نفلش لنا هاي الشجرة وان شاء الله طلع لنا تفاحة باسرع وقت. اوكي فلش لنا هاي الشجرة. طيب يلا يا رب يا رب تطلع لنا، يا رب يا رب يا رب اريد تفاحة، يا رب اريد تفاحة بليز، اريد بس تفاحة واحدة. لا شباب شلون راح نحصل لنا تفاحة؟ نزل لنا 2 شتلات بس التفاح بعد ما طلع لنا، شلون ورط هاي؟ اي اريد تفاح، اريد تفاحه بليز ارجوكم. او ماي جاد شباب انكسرت هاي. طيب راح نسوي لنا اكثر من شجره، لا هاي عملاقه كلش كلش كلش، فما نقدر احنا نسويها. نفلش لنا يا رب يا رب صغيره تطلع، اي هاي صغيره، فخلينا نكسرها وان شاء الله تنزل لنا او توقع لنا شو اسمها تفاحه. اوكي نصعد لنا بعد هاي الشجره، حلو صغيرونا هاي كلش تمام، نفلشها وننتظرها لين ما توقع لنا تفاحه حلوه. هنا أنا ما طاحت. اوكي نزرع لنا اربع شجرات بيكون لا هاي كبيره ما نقدر نبقى هواي ونفلشها. اوكي ثواني بهاي الطريقه، حلو 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 حلو، خلي نفلشها هيجي تمام التمام. هسه نشوف ونشوف، يا رب يا رب تنزل لنا تفاحه بليز. هاي شنو؟ ليش ماكو تفاح؟ اريد تفاحه شباب، شنو القصه؟ ما نزلت ولا تفاحه من هذول الشجر كلهن؟ والله العظيم ما ادري شنو القصه، بليز اريد تفاحه. او ماي جاد شباب والله حرفيا ماكو ولا تفاحه هناني. طيب خلينا نشوف الذهب وين وصل. اوه والله هواي شباب شغل، هواي حبات مال ذهب. اوكي بما ان حصلنا 25 حبه ذهب، ليش ما نسوي لنا دروع مال ذهب؟
والله الدروع مال الذهب كلش اسطوريين الشكل مالتهم شباب. او ماي جاد شباب صار عندنا دروع فول مال ذهب بهاي الطريقه. او ماي جاد شباب والله شكلنا صاير مال اغنياء كلش تمام. اوكي يا رب يا رب يا رب يا رب بليز 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 اريد تفاحه اريد تفاحه ارجوكم. والله ما ادري ليش ما جيني تفاح. حلو وقع عند تفاح شباب الحمد لله وشكرا لك الحال. يلا ليتس جو خلينا نرجع ونسوينا جولدن ابل. واو شباب سوينا جولدن ابل حلو حلو حلو. لا 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 كان حطينا واحده بالنص الحين دايره مدايره ذهب يصير عندنا جولدناي ابلاي اسطوريه. ليش ما نسوي لنا ادوات شباب اسوي لي سيف من شو اسمه من ذهب بيكون افضل. اوكي واسه احنا محصلين جولدن ابل ليش ما نسوي لنا جولدناي ابلاي ثانيه راح تطول كل شوي فاحنا نحتاج لنا بس حبه. هاي عمو اجيت لك لهنا وجبت لك الجولدن ابل. اوه شنو متغير صاير كلك ودروع ذهب وما ادري شنو. اي 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 انا هسه مستعد حتى اروح واجرب لي هذا الطريق مال اللافا. صدق مستعد؟ اي بس انت قلت لي راح تنطيني فيكه او حركه حتى اني اسويها حتى ما اموت. اي الفيكه هي بكل اختصار لازم تسوي شيفت ولازم تفلش لك هذول الكبوب بالسيف مالتك. اوكي اوه بس هذول الشغلات. اي بس هذول. يلا انطلق الله وياك. يلا شباب خلينا نطق لنا جولدن ابلاي ويلا بسم الله الرحمن الرحيم. والله مو صدق شيفت ما ندمج هاي ما اعرفها ابد. اوكي خلينا نفلش لنا هذول. او ماي جاد شنو هاي الفيكه الاسطوريه شباب. اذا على هاي الوضعيه نقدر احنا شباب. اي 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 اي, اي, اي اوكي اوكي شنو صعدنا لهناك. او ماي جاد شباب يعني نقدر نروح لوين ما نريد احنا. او ماي جاد شنو هاي الحركه الاسطوريه. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي وصلنا هنا بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي اوكي وصلنا وصلنا شباب. حلو 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 هاي الاخيره هاي الاخيره. الله وصلنا لهذا الدايموند شباب. يلا جاهزين حتى نفتحه بعد 3 2 1. او ماي جاد شباب. او ماي جاد دقيقة دقيقة. ستاك 2 3 4 5 6 ستاكات بلوكات دايموند وست ستاكات بلوكات ايميرالد وست ستاكات بلوكات ذهب وست ستاكات بلوكات ايرون. يعني اذا على هاي الوضعية احنا صرنا كلش اغنياء يا شباب بنات. الحمد لله وشكرا على كل حال. لا علقت 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 لازم فلش لي هاي. الحمد لله وشكرا على كل حال. شكرا لك عمو. لا 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 طلعوني طلعوني ارجوكم. لا